ايوه يا اخويا. مش قادر اقول لك قد ايه انا فرحان. النهارده اسعد يوم في حياتي. حسن مرته حامل، يعني فرحك زيه وجاب الخير والهنا والسعاده كلها. فرحك بالف فرح. ربنا يخليك لي يا اخوي ويفرح قلبك. اوعي تفتكري يا فوزيه ان انا ممكن اقصر معاكي او قلبي يكون مشغول عنك، لا. عارفه يا اخوي عارفه. انا عارف، عارف ان محروس فقير وغلبان محلتوش حاجه ومش هيقدر يحقق لك اللي انت عايزاه. امسكي. ايه ده؟ كل ده ليا انا؟ ايوه فوزيه، ولو عايز يا اختي قد ايه مره واثنين وعشره انا تحت امرك. ايوه عايزه، قصدي كتر خيرك يا اخوي، انا مش عارفه اقول لك ايه. لا تقولي ولا تعيدي، انا بس عايزه اوعيك يا فوزيه، خلي بالك محروس مش سهل. سايق عليك النبي يا اخوي، سيبني افرح، ما تقولش حاجه تضايقني. انا مش عايز اضايقك ولا حاجه، انا بس بوعيكي. يلا يلا قومي شايلي حالك. يلا كتر خيرك. الحمد لله.